اجيت اكتشفوا معايا واحد البلاصه سريه وكاينه في النواحي ديال الصويره وبالضبط في الفيلاج ديال سيدي كاوكي. كنا كنتساراو بالبيكالات في الفيلاج عادي حتى كنطيحوا في هاد لوبيرج اللي ما يمكنش تشوفوا البيسين ديالو كينقي وكيطلع على واحد المنظر اللي خرافي. كملوا لا فيديو كامله باش تعرفوا الثمن وكاع المعلومات على هاد البلاصه. كلكل في حراسه رجع يلا غدار بدا مالك مخلوع صاحبي لويك من هاد الكارافان قال لي ها هما جوج بيكالات هزهم جو المدام وسيروا شدوا لي الطريق. شكرا لهم بزاف. ليتس جو ان شاء الله. راه كنا غادي نمشيو شبيكالات ومرتاحين ولويك عطانا جوج بيكالات بيكالا ديال مرتو بيكالا ديالو راه ما قدرش تصب بيكالا كبيره عليها طالع في الكوزان وهي لاصقه معايا في بيكالات طاحت جوج طيحات جوج كربيعات خطيرين عرفتي جات لها ويا ليش المراش اي با دو بروبليم انا وريهم الحياه. تقولوا طحش بها طيحت مش يعرفوا ما اطلع اطلع النت واحد الهبطه دابا هاد الهبطه كامله خصنا نرجعوها راه هما قالك وصلوا لهنا ما قدوش يكملوا او لا لا انا له حنا غادي ولكن البحر ما بقاش كاين شتو الدنيا خاويه وين نشوف نخرجوا في شي فيلاج ولا شي حاجه واه ليتر بان لينا هنا كاين بيسين نخرجوا نشوفوا بشحال لا كنمشي تمن زوين يخدم كلب كلب حراسة رجع رجع غير لا لا رجع. السلام عليكم واحد الكلب اخوتي باه فينا ماي فين جاك نخنا. السلام عليكم عيطو 06 70 عيطو ليهم نشوفو شنو هلا سمعكم السلام عليكم دار علي داياك اياك يا مرحبا ياك عفاك حنا بغينا نسولوك زعما الا بغينا نديرو غير البيسين شحال كيتحسب اياك يا ماشي مشكل ديما بشحال الثمن الثمن الخبر تندير 50 درهم الصور تندير 25 صافي واخا شكرا بزاف حنا حداك هنايا حنا في سيدي كاوكي يا راه كاين تريد من ولدي التمرات خا راه كاين هذاك الكلب ما كيدير والو داك الكلب نعم الكلب اللي في لا لا الكلب 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 كيدير والو اللي في البيت لا 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 صافي واخا شكرا يا مرحبا والمبات شحال قطع لي بيسين 50 درهم الواحد مزيان ونضربو احسن تبشليخ نحطو البيكالا نشوفو البلان كيدير فين نحطها راه ديال الويك هاد الشفرات راه هنا ليتس جو نشوفو كاين واحد الكلب هنا ما عرفناش واش حامي شي لعبه ولا تخافيش منه والله البيسين هذا هو البيسين واعر طبيعي بس 100 درهم تبعتي لك سولنا شحال النباته قال لنا 250 درهم بلان مربوحه نباتو هنا ونعومو في الليل رجعنا للكومبينغ هزينا الباكتاج ديالنا وشرينا شي قص لهاد الليله ولكن ضربوا لي على هاد الحمار اخوان غادي نترك كامله وكندور تلقاه تابعني بقى غادي تابعنا مسافه كبيره لدرجه تشوف كندور لعندو تيقلب الدوره كاع تيبغي زعما راه مشى فحالو غير كنزيد شويه كيبان لك هو راجع تابعني بقيت فحال هكا معاه كندور عندو تيضرب الدوره عاي كنزيد عاوتاني كيبقى تابعنا صافي في الاخر خليته تابعنا حتى وصلنا لوبيرج هذا هو يمشي فحال هذا هو لوبيرج اللي جبتنا ليه لينا غشي ما كنا معولين على والو غادي ندوزو ليله هنايا غادي نعومو في الليل بروفيتو لو ماكسيموم باش غدا نرجعو الكومبينغ ديالنا الرائع
غير الجوبرو ديالي كتكون ماتت، خليها الماء من حليت لقيت المعنى وصل الباتري. نتمنى غير الفلوغ يكون باقي كاين في الكاميرا. A few moments later. احنا هبطنا نعوموا في الليل. The next morning. درت واحد التصويره الناضيه البارح مع صاحبي اللي كان معايا هنايا بموطور ديالو. غادي نحط لكم دابا لا فوتو تشوفوها. Hello.